الغمصان البيضاء، إن حكومة المماطلة والتسويف قد برهنت عن استخفافها بالدماء الزكية التي سالت في سبيل هذا البلد الجريح. لذا نحن ندعوكم إلى مشاركة إخوتكم الثوار في ساحتكم وساحة العراقيين جميعا بمسير طلابي مليوني يوم الأحد المصادف 22 من الشهر 12 لسنة 2019، يزلزل عروش الطغاة ويدين اليد التي قتلت أبناءنا، لتبرهنوا للعالم أجمع إن ثورة تشرين هي ثورة عراقية حقة، مطالبة باسترجاع العراق للعراقيين، ولتكون ضربة مؤلمة لمشروع المماطلة الذي تقوده الحكومة حاليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معتصمو ساحة التحرير في بغداد.